السؤال المهم بقى، هل ده كافي فعلا عشان نقيم كفاءة جلسة الغسيل؟ الحقيقة في النموذجين دول عرفنا ازاي نوصل لمعدل عالي من ازالة اليوريا، وازاي نحافظ على الوزن عن طريق الفي عشان قيمة الفي ما تزيدش، الكي او الكليرنس تزيد ومعاها كفاءة جلسة الغسيل كمان تزيد. لكن كل ده احنا بنتكلم عن اللي بيحصل اثناء جلسة الغسيل، لم نتكلم عن الفترات البينية اللي بين جلسات الغسيل وبعضها، عن ال 44 ساعة اللي المريض بيرجع فيهم لبيته لحياته الطبيعية، لان الفترات دي بيعاد انتاج اليوريا وتراكمها في الجسم مرة اخرى فيها نتيجة الاكل والشرب والانشطة اللي بيمارسها المريض. ومن هنا جت فكرة الموديل الثالث لقياس كفاءة جلسة الغسيل، وهو اليوريا كاينيتيك موديلينج، او النموذج الحركي لليوريا اللي بنقول عليه نموذج الحالة الشاملة للمريض. ان مش بس اركز اهتمامي على زيادة معدلات ازالة اليوريا اثناء الغسيل، لا كمان يهمني اعرف معدلات اعادة انتاج اليوريا في الفترات البينية اللي ما فيهاش غسيل، واللي هيكون معبر بشكل كبير عن اسلوب التغذية الخاص بالمريض وطبيعة الانشطة اللي بيمارسها او العمل اللي بيقوم به. لاننا عارفين ان اليوريا بتنتج من هدم البروتينات في الجسم، الكرياتينين بينتج من نشاط العضلات، وبالتالي هيكون قدام الطبيب الصورة كاملة للمريض بين ايديه معدل ازالة اليوريا اثناء جلسة الغسيل ومعدل اعادة انتاج اليوريا في الفترات اللي ما فيهاش غسيل، وبالتالي الطبيب يقدر يضع خطة علاجية مكتملة للمريض بتشمل جرعة الغسيل المناسبة، وعرفنا ازاي نقدر نرفع معدلات ازالة اليوريا، بتشمل الادوية المناسبة المكملة للغسيل اللي بتختلف من مريض لاخر طبعا، لاننا عارفين ان الغسيل وحده لا يكفي، في بعض وظائف الكلى زي انتاج بعض الانزيمات او الهرمونات لا يمكن اكتسابها بالغسيل، والبديل بيكون ادوية. الخطة كمان تشمل اسلوب التغذية للمريض عشان نقدر نتحكم في معدلات اعادة انتاج اليوريا مرة اخرى، ومدى تناول السوائل عشان نقدر نتحكم في الوزن انه ما يزيدش. وهنا في سؤال متكرر، هل لو نسبة اليوريا منخفضة قبل جلسة الغسيل ده مؤشر لجودة الغسيل اللي كانت قبل كده؟ والعكس برضو، هل لو المريض جاي ونسبة اليوريا عنده عالية ده دليل على سوء جلسة الغسيل السابقة؟ الحقيقة بنسبة كبيرة الإجابة لا. ليه؟ لأن لما بيتم إزالة اليوريا بشكل جيد أثناء الغسيل، شهية المريض للطعام بتتحسن وتناول البروتينات بيبدأ يزيد، وبالتالي المريض بيأكل بشكل كويس، فبتبدأ اليوريا تتراكم وترتفع مرة أخرى في الدم. والعكس، لو نسبة اليوريا منخفضة قبل الغسيل ده مؤشر لسوء التغذية، ان المريض ما بيأكلش كويس لان جلسة الغسيل السابقة ما كانتش مناسبة او كافية للمريض او على القدر المطلوب، وبالتالي الشهية عنده انخفضت، وطبيعي مش هيأكل كويس، فنسبة اليوريا هتكون قليلة. هنا بقى يجي دور الطبيب في ضبط برنامج غذائي للمريض، انواع اطعمة معينة بكميات محددة، شرب كمية محددة من السوائل، بحيث يكون معدل اعادة انتاج اليوريا سهل توقعه بالنسبة للمريض، وكمان الوزن الزائد اللي المريض هيجي بيه جلسة الغسيل يكون في حدود آمنة. معدل إعادة إنتاج اليوريا نقدر نقيسه بتحليل البروتين كاتابوليك ريت اللي قدامنا ده، رسم بياني لعادة 5 جلسات غسيل متتالية. اللون البني بيبين نسبة اليوريا قبل جلسة الغسيل، اللون الأخضر بيبين نسبة اليوريا انخفضت إزاي بعد جلسة الغسيل، ويهمني في الفترات اللي ما فيهاش غسيل إن نسبة اليوريا ما تقلش بشكل عنيف عشان ما تبقاش مؤشر لسوء التغذية، ولا تزيد بشكل كبير جدا يصعب جلسة الغسيل التالية، لا يهمني يبقى عند مستويات معينة بيحددها الطبيب. لكن أثناء جلسة الغسيل طبعا يهمني إن أزود معدلات إزالة اليوريا أو أقلل نسبة اليوريا في الدم بشكل كويس يحسن من حالة المريض الصحية والنفسية، وتخليه يأكل بشكل كويس ويمارس الأنشطة الحياتية بتاعته بسهولة. وعيني دايما بتراقب نسبة اليوريا اللي تم إزالتها بعد الجلسة إنه ما يقلش عن 50% عن نسبتها في أول الجلسة، وإن مع كل جلسة غسيل نبقى بنتحرك في نفس الفرق ده. هو ده اليوريا كاينيتيك موديلينج، النموذج الأعم والأشمل والأفضل لقياس كفاءة جلسة الغسيل وتحسين حياة المريض على المدى البعيد. طب إيه هي الأرقام المستهدفة واللي بتكون مؤشر لجودة الغسيل؟ أولا جرعة الغسيل أو KT over V تكون أكبر من 1.2. ثانيا اليوريا ريدكشن ريشيو تكون أكبر من 65%. ثالثا النورماليزد بروتين كاتابوليك ريت انه يكون اكبر من 1 جرام لكل كيلو جرام من المريض في اليوم. السيرم البومين يكون اكبر من 35 جرام لكل لتر. الحاجات دي بنتاكد منها كل شهر او 3 شهور على حسب حاله المريض، ان كانت حالته متقلبه يبقى نعملها كل شهر، ان كان مستقر نوعا ما ممكن نعملها كل 3 شهور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.